في ظل المصريين كلهم حاليا تقريبا كانوا بيتفرجوا على ماتش ليفربول وبورتو، لكن انا كنت من الشرفاء اللي اتفرج على ماتش توتنهام وسيتي، مع اني بشجع ليفربول يعني في اوروبا، بس ما فوتتش ماتش ممتع وتكتيكيا زي سيتي وتوتنهام. مباراه كانت ممتعه جدا على مستوى التكتيك، بوتشيتينو قدم لنا مباراه جميله جدا، ومباراه فيها كلام كتير جدا من ناحيه توتنهام، مباراه فيها كلام كتير جدا من ناحيه سيتي على بيب اللي النهارده ما كانش قد كده. وكمان في كلام يعني كنت قلت على انستجرام قبل الماتش لازم اقوله هنا في الحلقه، فعشان نعرف كل حاجه حصلت في الماتش وقبل الماتش وبعد الماتش وكل حاجه حصلت عن ماتش سيتي وتوتنهام، يلا بينا نخش الحلقه. على انستجرام قبل ماتش توتنهام وسيتي قلت ان الماتش ده وان الفريقين داخلين بدافع مختلفه، توتنهام داخل بدافع مختلف وسيتي برضه داخل بدافع مختلف. خلينا نبدا بدافع سيتي. سيتي داخل السنه دي عامه، اصلا جوارديولا كمان داخل الماتش ده بخصوص انه عايز ياخد الاربع بطولات اللي مشارك فيهم اللي هم تشامبيونز ليج والبريمير ليج والاف اي كاب والكاراباو كاب، عايز ياخد الاربع بطولات اللي مشارك فيهم. لكن النهارده كان داخل بالدفع ده اللي هو هيضغط على توتنهام ويعمل كل حاجه عشان يكسب الماتش ده. ناحيه ثانيه توتنهام داخل بدفع ثانيه خالص، لان لعيبه توتنهام عايز تعمل حاجه وتاريخ في توتنهام قبل ما تسيبه وتمشي. بوتشيتينو عايز يعمل حاجه مع توتنهام في ظل اللي هو بقاله كتير ماسك توتنهام وما خدش معاهم ولا بطوله، فعايز على الاقل يعمل انجاز لو يوصل سيمي فاينل تشامبيونز ليج. وثالث حاجه ان توتنهام اول ماتش يلعبه في الوايت هارت لين الجديد في دوري الابطال، يعني كان ده دافع لوحده اصلا اللي خلى لعيبه توتنهام تلعب بالشكل ده وبوتشيتينو يتكتك بالماتش بالشكل ده. وكمان حاجه لازم تبان جدا عن بوتشيتينو، ان بوتشيتينو بيبان في الماتشات الكبيره. ادي بوتشيتينو ماتش كبير وماتش صعب هيعرف يعمل لك ماتش ويطلع لك ماتش كويس جدا جدا جدا. النهارده مانشستر سيتي بدا بال 4-3-3 اللي بيبدا بيها على طول، بس في شويه تغييرات. ساني كان على الدكه ودي بروين كان على الدكه وبرناردو سيلفا كان على الدكه وخيسوس كان على الدكه، بدا النهارده باجويرو وستيرلينج وريان ماهر الثلاثي الهجومي، وراهم فرناندينيو وجندوجان وديفيد سيلفا، ورا في الدفاع بيلعب بوتاميندي و لابورتي، وباك شمال ديلف وباك يمين ووكر، وحراس المرمى ادرسون. الناحيه الثانيه توتنهام بدا بال 4-2-3-1، بدا في حراس المرمى لوريس، قدامه الدفايرد وبرتنخن، على الشمال روز، على اليمين تريبير، قدامه سيسوكو وهاري وينكس، موجود على اليمين سون، وعلى الشمال ديلي الي، وفي القلب ريكسين، وقدام في الهجوم هاري كين. بس في الثلاثي اللي تحت هاري كين كان بيبقى فيه روتيشن، يعني كان فيه روتيشن بين ريكسن وديلي الي، ممكن واحد تلاقيه في النص مره والتاني على الطرف، مره ريكسن يبقى على الطرف وديلي الي في النص، ومره ديلي الي على الطرف وريكسن في النص، كانت دي بتبقى روتيشن كويس جدا. بس المميز النهارده ان توتنهام كان ساب الاستحواذ لسيتي. سيتي قال له انت بتحب تستحوذ، خد الكوره واستحوذ بيها، بس انا هضرب لك كل اللي بتعمله ده. لان توتنهام كنا بنشوفه للسيتي لما كان بيمسك كوره بيبتدي يحضر من ورا، كنا بنشوف ضغط عالي وضغط مميت على السيتي، ضغط 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 بكل خطوط توتنهام، اللي هو ضغط على السيتي اللي هو ما يخلوش فرصه انه يبني لعب، وده كنا بنشوفه كتير جدا. في ظل الناحيه الثانيه سيتي كان بيعتمد اللي هو في ظل الضغط ده هو حاجه وحيده على الكره الطويله في ظهر نص ملعب توتنهام، لكن كنا بنشوفه ان لما الثلاثي سون وديلي الي وإريك وهاري كين يضغطوا كان إريكسن بيسقط شويه لنص ملعب توتنهام عشان يحمي نص ملعب سيسوكو وهاري وينكس، عشان الكره الطويله لما كانت تتلعب من إيدرسون او دفاع سيتي كان يبقى في ضغط على نص ملعب سيتي وما يقدرش هو يستحوذ على الكره بكل سهوله. الشوط الاول كان ماشي على نفس النهج، توتنهام ساب الاستحواذ لسيتي وبيقف في مناطقه، ولما سيتي بيحاول يحضر لعب كان بيضغط عليه. الناحيه الثانيه سيتي كان مستسهل الماتش اللي هو ايه، ماتش جاي جاي اللي احنا هنكسب هنكسب. ستيرلينج بيحاول اللي هو يرقص، يعني زي ما قال تريكا بين الشوطين ان توتنهام وسيتي كل واحد مختلف عن الثاني. توتنهام بيلعب كمنظومه كمنظومه، يعني خط كل خط من خطوط مقارب ببعضه وعارف يتواصل مع بعضه. اما الناحيه الثانيه سيتي بيلعب كخطوط لوحدها، يعني الدفاع بيلعب لوحده ونص الملعب بيلعب لوحده والهجوم بيلعب لوحده. ازاي؟ نص الملعب لما كان بيحاول اللي هو ياخد الكوره من المدافعين كان بيضطر حد من نص الملعب ينزل لحد المدافعين عشان ياخد منهم الكوره، ولعيبه الهجوم لما بتحاول تاخد الكوره من نص الملعب كان بتضطر تنزل لحد نص الملعب عشان تاخد الكوره. ودي كانت نقطه سيئه جدا عن جوارديولا، انه قاعد جنبه على الدكه دي بروين وبرناردو سيلفا وسايب في الملعب جندوجان وديفيد سيلفا مش قادرين اصلا يحركوا الكوره وينقلوا اللعب من المنطقه الدفاعيه للمنطقه الهجوميه. ده كانت سيئه او خطا عند جوارديولا، خطا عند سيتي
بشكل عموم. الناحيه الثانيه توتنهام عنده الحته انه يربط الخطوط ببعض، يعني عندك نص ملعب سيسوكو لاعب صداره وسمام امان، جنب هاري وينجز بيحاول يحرك كرة شويه، لما كانت سيتي توتنهام يبتدي ياخد الكوره من ورا لقدام لعيبه المدافعين يديها لنص الملعب اللي هو هاري وينجز، وبينزل له اريكسن عشان ياخد الكوره، يبتدي يوزع اللعب على سن وديلي قال له، ودي كانت حاجه كويسه جدا عند توتنهام. بس عندي علامة استفهام كبيرة قوي على توتنهام. توتنهام في ماتش يبين لك اللي هو الفريق العالمي اللي يقدر يكسب اي حد في العالم، وماتش تاني في البريمير ليج زي البريمير ليج اف كاب اي بطولة او اي ماتش تاني، يعني توتنهام يبين لك اللي هو فريق اسمنت اسيوط وممكن اي حد معدي في الشارع يروح يكسبه عادي جدا. الناحية التانية بقى سيتي مشكلته انه استهتر بتوتنهام، استهتر بتوتنهام من كل النواحي، استهتر منه فنيا ومعنويا، وحتى الجماهير اللي في الملعب استهتر بيه جوارديولا بتشكيله بتكتيكه بكل حاجه حصلت، جوارديولا استهتر بتوتنهام. حتى بانت قوي في تغييراته اللي عملها، يعني فضل قاعد لحد الدقيقه 71 غير لاعب مركز بمركز، خرج اجويرو ونزل بداله خيسوس، بعد كده لما دخل فيه الجون افتكر في الدقيقه 89 ينزل دي برويني ونزل صانية عشان يحاول يحركوا له الكوره في الدقيقه 89، اللي انت اصلا مش متفكر ازاي في اللي تتغير تنزل تبديلات وتنزل تغييرات في مثلا في الدقيقه 60 ولا الدقيقه 65 اللي انت تضرب على توتنهام وتكسبه، بتكسبه في ارضه، تيجي بقى مثلا في ماتشات البريمير ليج ضد كريستال بالاس الاسبوع الجاي تبقى في دماغك اللي انا ايه، انا كده كده كسبان، انا كده كده مش مهم عندي ماتش العوده في الاتحاد في دوري الابطال، فانا هلعب ماتش دون كل تركيزي على الدوري. لكن انت كده دلوقتي تخش ماتش كريستال بالاس تركيزك كله في اللي انت هتعمل ايه في ماتش التشامبيونز ليج بتاع الاسبوع الجاي، انت تخش كريستال بالاس بتفكر في ماتش توتنهام، هل هعرف اكسبه، هل هعرف اعمل عوده، ولا خلاص كده انتهى حلم التشامبيونز ليج. ده يبقى تفكير جوارديولا، انا يعني بتوقع ده تفكير جوارديولا. توتنهام من ناحيه ثانيه بفوزه النهارده 1-0 على سيتي هيبقى مركز على ماتش هدرسفيلد اللي هيلعبه السبت الجاي، وكمان هيجي في ماتش العوده هيرص لك لعيبته كلها في نص ملعبه ويلعب لك على الهجمه المرتده، ممكن في الهجمه المرتده يخطف جون ولا يخطف اثنين ويقتل لك الماتش تمام. هي دي مشكله جوارديولا، انه في ماتش استهتر تغييرات وتكتيك وفنان وكل حاجه. الماتش كمان اتقلب كليا في ضربه الجزاء بتاعت الشوط الاول، لما جت في الدقيقه تقريبا 13 ستيرلينج عدى الاول والثاني وبيشوط الكوره، داني روز راح وقع، وبدل يعني بدل ما يقع هو فارد ايده على الارض، لا ده يعرف ايده كده فخبطت في ايده وخرجت بره، حكم حسبها في الاول كورنر، بعد كده رجع والفار كلمه وراح شاف الكوره على ضربه جزاء لسيتي. لو كان ضربه الجزاء دي بتاع جوارديولا بتاع اجويرو جت كانت فرقت كليا مع سيتي، كانت فرقت معنويا وفنيا، وحتى اللعيبه بتاعت سيتي كانت تثبت في ملعب لعيبه توتنهام تتهز اللي هو اول ماتش في ملعبنا والجمهور وكده، فيتهزوا معنويا. لكن اللي عمله اجويرو خرج اجويرو بره الماتش، خرج سيتي بره الماتش، خلى جوارديولا يخرج بره الماتش تفكيريا اللي هو مش عارف يعمل ايه. وحتى توتنهام لعب ماتش بصراحه من وجهه نظري عالمي جدا، ولعيبه في توتنهام كويسه زي مثلا هاري وينكس نص الملعب كان عارف يقطع ويسلم كويس، اريكسن بيحاول يوزع لعبه كويس جدا، سون الساموراي الكوري جميل، سور سون ملوش حل بصراحه، سون ملوش حل ملوش حل ملوش حل، لاعب كويس جدا عرف يلعب في ظهر ديلف بكل سهوله، اللي جوارديولا اصلا منزل ديلف الناحيه الشمال علشان يقفل على سون ويقفل على تربيير، تربيير وسون كانوا ياكل على ديلف عيش لوز، اللي هو سون اصلا كان بيلعب في ظهره بكل سهوله. كمان حته غريبة جدا ان جوارديولا مثبت الباكين بتوعه ووكر وديلف انهم يقفوا ورا عشان يقفلوا على ديلي الي او اريكسن وسون، يقفلوا على ثلاثة الهجوم يعني يقفلوا عليهم تماما. وكان غريب ان لعيبة توتنهام كانت بتلعب في ظهر سيتي بكل سهولة، يعني كان سون وديلي الي واريكسن كانوا بيلعبوا في ظهر ووكر وديلف بكل سهولة، شفناها كذا مرة روز بيعدي يرفع عرضية، اريكسن بيعدي يلعب عرضية، ناحية تانية سون وتربيل بيلعبوا عرضيات. وكمان كان في حتة ان لعيبة توتنهام بتلعب في المساحة بين الباك وبين السيرت باك اللي هما مثلا يعني لابورت وديلف، كان المساحه اللي ما بينهم كان بيعدي منها سون وتريبيير، الناحيه الثانيه كان بيبقى اوتاميندي ووكر كان بيعدي منها اريكسن وديلي الي وروز وكل بيعدي يعني. كانت بصراحه ماتش جميل تكتيكيا فنيا جمهور ملعب كل حاجه، كان ماتش ممتع جدا عكس ماتش ليفربول اللي صحابي كانوا بيتكلموا عليه اللي هم بيقولوا لي ان الماتش سيء، ماتش ممل، ماتش غريب، صلاح بيلعب بتناكا، كيتا ابتدى يفوق، يعني ليفربول نزهه كان بيلعب في نزهه، اما الناحيه الثانيه سيتي كان ماتش صعب على سيتي وده هيفرق معاهم جدا معنويا في الدوري. في الاول والاخر ده راي شخص واحد، وانت ايه في الكومنتس في الماتش، قولي كمان هل في العوده سيتي قادر يعمل عوده ويكسب 2-3 ويصعد، ولا توتنهام هيروح يقفل ويخطف جول وينهي الماتش تماما، قولي رايك في الكومنتس. ولو حابب تعمل لايك ولو اول مره تشوف
شوفني اعمل سبسكرايب في القناه وفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد عشان نوصل 500 مشترك قبل امم افريقيا. وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتك اللي في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر. رقم مصطفى، اشوفك في الحلقه الجايه. سلام.